لو حد كان سألني من 10 سنوات بعد 10 سنين من دلوقتي من 2011 هتكون فين؟ ما كنتش أبدا أتوقع إن أنا هقول له أنا عايش بره مصر أو عايش خايف أرجع لمصر. مزيج ما بين الغضب والندم، التحسر ساعات، أمل ساعات. يعني ساعات بيتسلل الأمل. مشتاق إن أنا أروح أزور قبر أمي وقبر أبويا اللي مات وأنا في الغربة وأنا في المنفى. مشتاق إن أنا أروح أزور قبرهم. يعني هو أنا بيصعب عليا نفسي وبيصعب عليا أصحابي وبيصعب عليا الحلم. عارف إن هو إحنا حاولنا، يعني إحنا فعلا حاولنا، إحنا ما عملناش حاجة غلط. أنا لاجئ سياسي في بريطانيا، أنا مش مبسوط إن أنا لاجئ سياسي ومش مبسوط في الوضع اللي أنا فيه ده، ومتضايق إن أنا اضطريت إن أنا أعمل حاجة زي كده، وزعلان من بلدي. بقعد أعد أصحابي اللي في السجن، آخر تعداد وصلت له، أصحابي القريبين يعني اللي أنا أعرفهم معرفة وثيقة، يعني وصلت لغاية 394 وقفت، يعني وقفت عد. عدد صحابي اللي ماتوا لما بقعد أعد برضو عدت كتير قوي. عدد صحابي اللي في المنفى بطلت أعدهم، يعني ما بقتش عارف هما فين. لو قابلت أي واحد فينا دلوقتي فهو باختصار شديد بيعاني من أمراض نفسية. احيانا بيساورني شعور كده، بيجيلي احساس ان يعني على فترات متقطعه كده ان اللي احنا عملناه ما كانش صح، لان الثوره ما كانتش في وقتها، ما كناش مستعدين لها. وبقول لو رجع الزمن هل ينفع ان احنا نتدارك الخطأ، ان نتدارك اللي احنا وقعنا فيه؟ مش عارف. كان عندنا احاسيس يعني ان في حاجه هتحصل بس مش عارفين ايه هي. يعني هو كان في احساس بالترقب، كان بدا يعني يتولد عندنا مع حركه كفايه الحقيقه في 2004 2005 كنا مسمينهم اعوام التغيير. وابتدينا نتفاعل مع الوضع السياسي. تركت 6 ابريل في 2009 واسسنا شباب من اجل العداله والحريه في 2010. يعني ده كان السمة بتاع الفترة دي، فترة 2010، فترة الأمل. كنا ضد التوريث جملة وتفصيلا، بس بنقول يعني يمكن أحمد عز كويس، أسلوبه هيبقى مختلف عن كمال الشاذلي. فبدأنا نكتشف إن هو كمال الشاذلي محنك عن أحمد عز، وإن أحمد عز غشيم. بدأنا نحس إن إحنا ستاك، وإن هو يعني ماذا بعد؟ وبدأ الكلام عن الثورة. صفحة كلنا خالد سعيد، أنا كنت يعني طبعا عامل لها فولو من الأول خالص، الدعوات اللي كانوا بيدعوا لها كنا بندعمها على السوشيال ميديا. بدأ الكلام كده فيه همس إنه طب احنا ممكن نعمل حاجه ولا لا؟ طب احنا ممكن نقلد تونس ولا لا؟ لان هي تونس كانت من البلدان القمعيه بحق، وكانت مقفوله ضبه ومفتاح. فقصه ان تونس يحصل فيها احتجاجات يعني والاحتجاجات تستمر وتاخد حيز، فلا يعني ده كان معناه بالنسبه لي ضخم جدا، ومعناه ان هي مصر هيحصل فيها حاجه. بان عليها رب الشعب التونسي، بان عليها رب، بان عليها رب، بان عليها رب، بان عليها المجتمع. يعني هو كان في دعوات دايما بتبقى 25 يناير كنا يعني نحن نقف قصادنا 5 صحفيين لازغلي. المره دي الموضوع كان مختلف. الاماكن اللي كانت من المفترض ان احنا هنطلع منها كانت شبه اتضربت. طلعت المظاهره من ناهيه، وبالمناسبه ما كملتش كتير لحد طلعنا من كوبري ناهيه لحد جامعه الدول العربيه. لحظة التقاء المظاهرة اللي أنا كنت فيها بمظاهرة مصطفى محمود وانكسار الأمن المركزي والكردون اللي كان موجود في النص، بحرين موجتين بيتحركوا على بعض. يعني ده المشهد الوحيد اللي بكيت بيه اللي بكيت فيه من الفرحة في حياتي كلها، كان هو المشهد ده. فاحنا قاعدين بنكتب البيان، بنكتب المطالب، لسه المطالب ليها علاقة بالطوارئ وحبيب العدل والحاجات الايه الجميلة دي، لأن الناس بتهتف الشعب يريد إسقاط النظام. ودي كانت لحظة تحول اللي هو احنا نفسنا اللي احنا معتقدين ان احنا يعني عندنا وعي سياسي ومتقدمين عن الجماهير، يعني لا، هي الجماهير سقفها اللحظة نفسها تمام متجاوزة أي مطالب بسيطة يعني. فقطعنا البيان وبدأنا نكتب بيان تاني كويس، الشعب يريد إسقاط النظام فعلا، يعني في الآخر دي مطالب الناس وأحاسيسهم. يوم 28 أنا شفت الله يرحمه مصطفى الصاوي، شفت مصطفى هو الدم سايل منه وبيطرطش على الأرض في كل مكان. وعشان مصطفى حصلت مظاهرات في 29 يناير 2011، دي كانت المظاهرة الرئيسية تقريبا في جنازة مصطفى الصاوي، والجنازة دخلت ميدان التحرير من الدقي، من العجوزة لميدان التحرير، وكان المفترض تاخد شارع الفلكي، ولكن معرفش ايه اللي حصل ودخلت محمد محمود، وحصلت مجزرة في محمد محمود في اللحظة دي، في اليوم ده، في الوقت ده تحديدا حصلت مذبحة، والجنازة وقفت، وحصل اشتباك ما بيننا وما بين الداخلية، وكان جنب مني شاب ما كملش 18 سنة، خرج معايا يوم 28 من امبابة، وفضل معايا يوم 28 كله، فضل جنب مني 28 كله، ويوم 29 لغاية نص النهار. مجموعة شباب ابتدوا يجيبوا لنا ازايز مولوتوف علشان نحدف مقابل الرصاص الحي اللي كان بيتحدف علينا، واللي كان بيجهز الازايز دي كان الشهيد محمد عبد السلام، ذو 18 سنة. وكان سريع، يعني كان هو بيعمل الازايز دي كان سريع قوي، وفجأة ملقتوش، فجأة لقيته جنب مني ورصاصة مخترقة من جمته. وفي اللحظة دي أنا كنت خلاص، يعني الموضوع كان بالنسبة لي خلصت. كان يوم موقعة الجمل بالليل، فكان جنبي شاب متحمس جدا، ملتحي، جسمه ضخم طويل كده وعريض، وفعلا كان يعني عنده حماسه كده، يعني شبه حماسه الاطفال، يعني تقريبا واقف بيتنطط وعمال يشاور، شايف القناصر هناك، بص بص بص، وبيشاور على سميراميس. فهو عمال بيشاور لي على سميراميس على حته معينه، وهو الفندق ضخم وانا نظري مش احسن حاجه، فهو يعني عمال يشامر لي بحماس شديد ان هو في قناص هو شايفه في احدى بلكونات فندق سميراميس، وعمال يشاور عليه وانا مش شايف، وبقول له طب هنعمل له ايه يعني. وبعد كده في لحظه انا سمعت هبده مكتومه تمام، ولقيت الشاب ده خد طلقه، وهو كان جنبي حرفيا، ان هو واقف جنبي عمال بيشاور لي. يوم 7 فبراير او 8 فبراير، ست كبيره في السن حوالي 70 سنة مثلا، وجاية ومعاها كيس أبيض صغير، وجاية بتقول لي خد، في لحمة نية، وجاية بتقول لي خده يا ابني، ده اللي عندي في التلاجة. لو عاشها يعني كمان قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية يعني. أنا كانت لحظة، عارف يعني، أنا لما ببقى متضايق بفتح أسمع البيان ده بس من ميدان التحرير، مش بفتح الفيديو بتاع عمر سليمان، لا أنا بفتح اللقطات اللي كانوا جايبينها لايف والميدان، رد فعل الميدان يعني. لأن اللحظات دي أنت كنت بتحضن ناس أنت عمرك ما شفتها، أنت كنت بتصرخ فعلا تحيا مصر من قلبك، مش تحيا مصر اللي بتتقال دلوقتي. أنت كنت بتنزل تبوس أرض ميدان التحرير وأنت مش عارف تبوس إيه، ما أنت قاعد هنا بقالك 18 يوم ولا أسبوعين. يوم 11 فبراير يوم مبارك مشي، ما كانش حد متوقع ان هو يمشي، فما حدش سأل نفسه بعد ما يمشي مبارك احنا ممكن نعمل ايه، وده كان خطأ كبير. احنا كان بيتقال لنا التخوفات اللي هي حصلت دي من بعض الناس اللي كان يبدو عليها الحكمه في واحنا في الميدان، واحنا في ال 18 يوم مش بعد ما خلصنا يعني. وللاسف وقعنا في كل غلطه بحذافيرها، وقعنا في كل مشكله بالمسطره. كان غرض كل الناس نمشي مبارك وبعد كده نتكلم، فمشينا مبارك وبعد كده ما اتكلمناش، بعد كده اتخانقنا. ما كانش في حد عنده وعي ان هو ان الثورات مش ما بتعتمدش على انصاف الحلول، يعني اما تعمل تطهير شامل يا اما بتشد خط وتقول يلا مصالحه فورا. انفردنا بالسلطه احنا كتيار سياسي كبير في ذلك الوقت يعني، انفردنا بالسلطه، ما سمعناش، ما كناش سامعين غير نفسنا. لما تبقى في ثوره ما تروحش، خليك في الشارع لحد ما مطالبك تتحقق، خليك موجود في الشارع لان ده راس المال الوحيد اللي انت كنت تملكه كثوره. ما تروحش، ما تسيبش الناس وتروح. انا موجود زي ما صاحبي اللي كان انا وهو بنختلف مع بعض، بس هو كان عنده درجه عداء كبيره جدا، هو دلوقتي عامل برضه معايا لجوء في بريطانيا وواخد الغول لانه خايف ان هو يرجع بلده او مطلوب هو كمان في بلده. قبل الثوره كنا بنقرا تاريخ كتير، ولكن لما جينا في لحظه بنكتب فيها التاريخ نسينا كل اللي احنا اتعلمناه وكل اللي احنا عارفينه. يعني انت متخيل ان هي كانت هتفرمني انا بس؟ لا، ده فرمتك وفرمتني. انهي موضوع رفع العدويه ايا كانت الخسائر، ايا كانت الخسائر، ما تبصش على المجتمع الدولي، اتحرق المجتمع الدولي. في 2013 بعد فض ربعه او قبلها كمان، كان طول الوقت في احداث عصيبه في مجازر. كنت فاكر ان انا زي ما بيتقال عليا المارشال اللي دايما في الخط الاولاني ودايما في الصفوف الاولى ودايما ما بخافش، ولكن اترعبت يوم فض ربعه اترعبت. ولكن اللي كنت عامل لي هزه حقيقيه حاله العنف الداخلي والعنف الاهلي. شفت بعيني مثلا اثناء فتره الحظر بيوقفوا واحد بموتوسيكل ومراته راكبه وراه منتقبه، تمام، وبيقلعوها النقاب. ده انا شفته ونزلت وقال لهم اللي بيحصل ده مش مرجله ومش عارف ايه وبتاع، وبقى خلاص في وصم لاي حد اسلامي يبدو عليه ان هو اسلامي ان هو ارهابي. فده كانت يعني بوادر احتراب داخلي وعنف شديد. لغايه النهارده ما بعرفش انام يعني. لغايه النهارده انا عندي على المستوى الشخصي يعني، انا لغايه دلوقتي عندي كوابيس بسبب ربعه. سبت مصر وخرجت مجبر. توزعت ورقة فيها 30 اسم في دمياط أشبه بقائمة اغتيالات، فعند منطقة جنب البيت عندنا كده وقفنا مجموعة بالبلطجية بجنازير وقالوا أسامة جويشة وهاتوه فبداوا يخبطوا على الازاز، كسروا الازاز، فيعني انا قعدت اصرخ في ابويا دوس بنزين دوس بنزين، فداس بنزين خبط واحد فيهم، ويعني عرفنا نطلع بالعربيه بعيد يعني. فاخدت قرار ان انا اسافر يعني تركيا. بعد كده بشهرين كان الحراك في مصر متصاعد. حصل ان صديقي اعتقل، وكلمني فيما بعد وتواصل معي عن طريق شخص اخر وقال لي ان هو الامن بيتكلم والامن بيسال عليك، وانا اعطيتهم بيتك تحت يعني تحت الضغط في التحقيقات او تحت الضرب. مجرد انك بتقول اللي بيحصل في الشارع دي جريمه كافيه انه يتم اعتقالك، وده حصل لصديقي، وبالتالي فانا غادرت مصر في اللحظه دي. حياتي اتنقلت نقله ثانيه خالص بعد 2013 وبعد اللي حصل. الدول اللي انا سافرتها سواء تركيا او لندن لم استطيع ان امارس عملي كمحامي. اشتغلت حاجات، فتحت عربيه اكل مصري في الشارع وقفت عليه، وكانت تجربه لطيفه جدا، متعبه ولكن كانت لطيفه، ولولا كورونا كنت استمريت في الموضوع ده وكان زماني دلوقتي ممكن بقيت همام مثلا في امستردام ولا حاجه، كنت هبقى وليد في لندن مثلا وكده. ايوه كده. لو انت سألت سجين في زنزانة متر ونص في متر وسألته هل أنت متأقلم؟ هيقول لك أيوة أنا تأقلمت، ولكن الفكرة هل أنت سعيد بهذا التأقلم؟ وقتها دي إجابة. المهجر مؤلم، المهجر صعب يعني، والظروف المحيطة بالواحد في التوقيت اللي احنا فيه. مش هتكلم بس عن كورونا، لكن انا بتكلم عن كل الكلام. لا المهجر في تحديات بنواجهها بره غير التحديات اللي كانت موجوده في مصر. يعني في مصر كنت بتقدر تتغلب على التحديات، لان انت تقدر ان انت المناخ كان ملائم بالنسبه لك، في حد يساعدك. انما انت في المهجر انت لوحدك، مفيش حد واقف في ظهرك، انت ودراعك ومخك لوحدك. محدش يقول لي اللي وصلك لده هي اختياراتك في مشاركه في الثوره، لا طبعا. احنا ما كانش ينفع نبقى شويه دواجن يعني موجوده في حظيره بيديرها الجيش في مصر. اللي وصلنا لده هو النظام اللي بيستهدف حياتي، اللي بيستهدف حياه ولادي، اللي بيستهدف حياه مراتي، اللي حتى الان حاططني على قوائم ترقب وصول وبيخاطب الانتربول لتسليمي. لو الزمن رجع بيها هشارك في الثورة، لكن هعدل بعض الأفعال، أو على الأقل هصرخ في الناس ما تعملوش ده تاني وما تعملوش ده تاني وما تعملوش ده تاني. لكن هل أنا ندمان على مشاركتي في الثورة؟ لو الزمن رجع بيها ال 25 يناير هشارك ولا لأ؟ طبعا هشارك تاني. طبعا 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 طبعا. يمكن هو ده سبب السبب الواحد فيه ان احنا خرجنا من مصر، ولكن خرجنا بجسد بس يعني، ولكن عقلي وروحي وقلبي واهلي دنيتي كلها لسه في مصر، وبحلم ومتوقع ممكن ما يكونش على المدى القريب يعني، ولكن انا واثق ان ثورة يناير، البذرة اللي اتغرزت في يناير لغايه انه يعني هتفضل مستمره حتى لو هي لسه تحت الارض يعني. انا ما نزلتش ثوره يناير غصب عني، انا ما اخترتش، انا لما اجبرتش ان انا اكون في ميدان التحرير، بالعكس انا نازل وانا في كامل قوايا العقليه. بقول لك انا رايح ميدان التحرير والقناصه شغالين بيقتلوا الناس في موقعة الجمل، وعارف ان انا رايح اموت وموافق على ده ومستعد لده وما عنديش اي مشكله فيه. لما نزلت محمد محمود بعد الثوره بكام شهر كنت عارف ان انا رايح اموت، ما كانش عندي اي مشكله في ده. لما نزلت بعد كده في العباسيه وبعد كده في احداث تانية انا كنت عارف برضو ان انا رايح اموت، ما كانش عندي اي مشكله في ده. القصه كلها انت بتختار ايه؟ طالما اختيارك فانت مستعد انك تدفع ثمن لده، فانت عمرك ما هتندم. انا مش هملك قرار ان انا يلا يا اولاد احنا راجعين مصر، لا، ما انا اولادي عايشين في بلد بيتعلموا فيها كويس، واخدين حقوقهم الكامله، بتعلموا يعني ايه حريه تعبير، يعني ايه حريه راي، يعني ايه ديمقراطيه، يعني ايه حقك كانسان اصلا في كل حاجه. وبالتالي انت لما تيجي تقول له يلا حبيبي احنا راجعين مصر، يقول لك يا عم ارجع، انا مالي ومالك، وهيكون له كامل الحق يعني. فلا، انا فكره ان انا يلا دلوقتي في تغيير، يلا احنا راجعين مصر، هو ليس قراري لوحدي، هيبقى قراري وقرار زوجتي وقرار اولادي. لو حصل تغيير في مصر ارجع، لو ما حصلش تغيير ممكن ارجع، يعني لو ما حصلش تغيير ومش هتحبس هرجع عادي. طبعا موجود بره، يعني موجود بره اضطرارا، لان مفيش منظومه عدليه، ولان في قمع واستبداد وفي حاله من حالات الجنون، ولان في استهداف. يعني في الاخر انا محطوط على قائمه ارهاب، انا لم اتهم في اي جريمه بالمناسبه، يعني اتهام رسمي، ولكن اتحطيت على اول قائمه ارهاب حصلت وتم مصادره اموالي، وحتى ده لما حصل يعني كنت معتبر ان ده ضدي، كنت حريص ان اولادي ينزلوا في كل الاجازات ينزلوا مصر كذا مره عشان يعني يشوفوا العيله ويشوفوا البلد وما ينسوش ان هم مصريين يعني. بس يعني نظام كان من المعيله، يعني ان هو عادي حجز ولادي وقت، يعني كان ولادي عمرهم 6 سنين و4 سنين، وما كانش عندهم اي مشكله ان هم يحجزوهم 9 ساعات في المطار بدون حتى ما يجيبوا لهم علبه عصير او باكو بسكوت. يعني انا هرجع دلوقتي قبل بكره لو انا صاحب القرار، لكن انا مش للاسف مغلوب على امري، محطوط على قوائم ترقب الوصول. لما كنت خرجت في الاول فكرت كتير جدا بحلم الرجوع، بان انا ارجع وزي ما تيجي اوصل السودان واخش تهريب، اعمل الحاجات اللي هي الاحلام اللي كنت متخيلها. لكن انا عندي عيال وبقى عندي شويه من العقل والرزانه اللي تخليني افكر ان ما مش هرمي نفسي في التهلكه تاني، وانا حلفت ان انا مش هتمسك تاني، فمش هرجع عشان اتمسك ولا اخش السجن. السجن وحش، السجن كئيب، السجن ظلم وظلمه، السجن ضيقه، السجن خنقه، السجن هيؤدي للانتحار. لو انا نزولي مصر ودخولي السجن هيحلحل الوضع السياسي، انا مستعد، انا متطوع ان انا انزل، ولكن اعتقد ان وجودنا في السجن مش الحل. احنا هنبقى ارقام، هنضاف للارقام اللي موجوده جوه، يوم واتنين وهتتنسي. ممكن وانا بره اقول كلمه، اعمل حاجه، اشارك في عمل يفيد الناس اللي جوه دلوقتي، ولكن اتمنى ان انا ارجع مصر جدا جدا جدا. أوجه رسالة لنفسي بعد 10 سنين من الثورة. صعبة. لو أنا في 24 يناير 2011 هقول لنفسي انزل وما تخافش، مش هيكسرونا في 2 فبراير، فما تبكيش من الخوف. صديقي العزيز علي خفاجي. وليد عبد الرؤوف العجوز اللي قاعد ده يوجه رسالة لوليد عبد الرؤوف بتاع 2011، يقول له اجمد، ما تتنازلش عن حلمك. لسه في ناس جوه السجون محتاجة ان انت تتكلم حتى لو علشانهم، يعني حتى لو تخرج واحد منهم، تخرج 2، تحاول بقدر الامكان انك تخرجهم. يعني لسه في اهلك موجودين، لسه في حبايبك وقرايبك مستائين من اللي بيحصل. مش هقدر ان انا استمتع بره واسيبهم، مش هقدر بره ان انا اعيش حياتي واسيبهم، يعني مش هقدر اعمل كده. نور الدين وقمر ولادي، انا كل اللي بتمناه في حياتي انه انتوا لما تكبروا ما تقولوش هو الراجل ده عمل فينا كده ليه. الرساله بقى بتاعت وليد عبد الرؤوف الصغير اللي وجهها لوليد عبد الرؤوف بتاع دلوقتي،